تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. إخوتي أخواتي، بناء على اقتراح قدمته إحدى الأخوات ومجلة من مجلة حركة شهود يهوه اللي هي برج المراقبة، هي أساسها برج صهيون للمراقبة، زاينز ووتش تاور، برج صهيون للمراقبة. برج صهيون للمراقبة مش مذكورة في العهد الجديد. على فكرة كل أجهزة شهود يهوه، يعني كل إداراتها موجودة. كل أجهزتها هي أجهزة أساميها يهودية من العهد القديم، زي برج صهيون للمراقبة، جلعاد، بيت إيل، فيش ولا اسم من العهد الجديد. تقولوا يسوع، مريم، بيت لحم. طيب خليكم معي لطفا. الموضوع: هل يمنح الله المرأة الكرامة؟ طيب هل يهتم الله، يعني هل يعتني الله بالمرأة؟ هل خلق الله المرأة؟ ما الدليل على اهتمام الله بالمرأة؟ طيب الحق في التعليم، الإكرام، الاحترام، حماية حقوقها. طيب نوصل لصفحة 8. محترمة ومكرمة في عيني الله، كيف عامل يسوع النساء؟ طيب وين والدته؟ طيب العذراء شو قالت؟ ها منذ الآن تطوبني، يعني تهنئني جميع الأجيال، ما عدا شهود يهوه طبعا، زي ما بقول أبونا يعقوب سعادة، أو ما عدا كل الفئات اللي بتتجاهل السيدة العذراء. على فكرة في كتير أعداد تانية بتحكي عن سارة، بتحكي عن راحيل، بتحكي عن رفقة، أما لا تتطرق إلى السيدة العذراء، أو حتى عندما تتطرق إلى السيدة العذراء تحكي كلمة إيجابية وبعدين مع الأسف الكلام السلبي. الآن إذن هاي عنا إثبات بين إيدينا. هلأ طبعا هذا كله زي الأسلوب اليهودي، بيقولوا إشي وبيعملوا إشي تاني. مثلا لا توجد ولا أي مسؤولة كبيرة كسيدة أو فتاة في أجهزة شهود يهوه، زي الماسونية في الزمنات ما كانش فيه ولا امرأة مسؤولة. ثانيا في كتير أشياء بيمنعوا فيها نسائهم وبناتهم، مثلا حتى ولو صار حفل أو حفلة ممنوع واحدة من شهود يهوه، مثلا حتى ولو في فرح في عرس إنها ترقص مع واحد مش من شهود يهوه، حتى ما يأثر عليها عاطفيا. ولكن أنا بعرف شخصيا إنه في ناس منهم، لا أريد أن أعممها، في فلسطين بيستخدموا النساء الجميلات والفتيات الجميلات حتى يجذبوا. كيف؟ مصيدة. وهذا أيضا أسلوب يهودي. على فكرة اسم شهود يهوه اسم يهودي، أنتم شهودي يقول يهوه، هاي موجودة في أشعية 43 10 و 12. برج صهيون للمراقبة اسم يهودي، بيت إيل اسم يهودي، جلعاد اسم يهودي، الجبعونيين اسم يهودي، يعني كله يهودي فيهم. الآن ما هو السبب؟ بظن هذا كان سؤال الأخت. لماذا كل هاي الفئات؟ هلأ شهود يهوه ليسوا مسيحيين، هلأ في فئات تانية مسيحية ولكن ناقصة الإيمان، مثلا ترفض تعميد الأطفال، ترفض الكهنوت المسيحي، تعترف بالكهنوت اليهودي طبعا. أيضا لا تكرم السيدة العذراء. طيب في إشي غريب هون، الفئات المسيحية ناقصة الإيمان بتقول إنه المسيح هو الإله هو الرب، ولكن عمرها ما بتستخدم عبارة أم الرب، والدة الإله. طيب مش المسيح هو الرب؟ مش المسيح هو الله؟ كيف ترفض عبارة أم الله؟
بقول لك لا، ما هو هي ليست أم الطبيعة الإلهية، مظبوط، وهذا اللي إحنا بنحكيه. السيدة العذراء ليست أم الطبيعة الإلهية في المسيح، هي أم الطبيعة البشرية. ولكن أكم من مسيح فيه؟ واحد. اثنين ولا واحد؟ إذن أم المسيح هي أم الله. مين قال هذا الحكي؟ الإصابات. من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ في الواقع السبب نجده، وهذا الإشي يمكن إخواننا طبعا ما بيعرفوه، ولو إنهم بيعرفوه ما بضلوا عند هالفئات. خلينا نفتش في الكتب، وين في كتب أساءت إلى السيدة العذراء في العهد القديم؟ لأنه موقفهم سلبي ولا إيجابي من السيدة العذراء؟ سلبي. من وين هالسلبية هاي؟ آباء الكنيسة كتبوا أشياء جميلة جدا عن السيدة العذراء. الكتاب المقدس بقولنا لوقا 1:48 وتابعها، منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. الملاك في لوقا 1:26 وتابع، السلام عليك كهاريتومين، يعني الممتلئة نعمة المتمم فيها الإنعام. الإصابات سؤالت للعذراء، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. إذن من أين هذه السلبية؟ هذه السلبية لها مصدر واحد، هو التلمود. هي كتابات الحاخامات منذ القرن الميلادي الأول والثاني والثالث والرابع ضد سيدنا يسوع المسيح وضد سيدتنا مين؟ مريم العذراء. الكتابات هاي مع الأسف لا أحب أن أورد ما ورد فيها لأنه شيء غير لائق، ولكن باختصار الحديث ممكن المرة الجاية نجيب لكم المراجع من التلمود. وأحد رجال الدين عندنا في فلسطين لما عملوا معاه مقابلة صحفية وقالوا له هيهم غلطوا على المسيح وغلطوا على العذراء في الكتابات، قال لهم رجل الدين المرموق هذا، قال لهم هذا مكتوب في التلمود، قالها لمجلة إيطالية. قاموا الدنيا عليه، ولكن كلامه صحيح. مثلا التلمود، حتى أقرب الأفكار عليكم، لا يسمي يسوع باسمه بل يسميه أوتو إيش، ذلك الرجل، أو يسميه هاتالوي، هاتالوي يعني المعلق على الصليب، أو يبتر اسمه يشو، يشو يعني يمحش مو ذكره، ليمحى اسمه وذكره بدال يشوع أو يهوشوع. والدته حاشا وكلا بيقول عنها إنها مش بس أنجبته من يوسف النجار، إنما في نصوص تانية بتقول إنه حاشا وكلا أنجبته من جندي رومان. وأحيانا نجد في الكتابات التلمودية عن المسيح هاللقب الغريب ابن بانثيرا، ابن بانثيرا، بانثيرا إما معناها الفهدة، أنثى الفهد، أو زي ما بيفسرونا العلماء في اللغة اليونانية. هلا المسيحيين إحنا شو نقول عن المسيح؟ ابن العذراء. شو باليوناني عذراء؟ بارثينوس، بارثينوس. إذن التلمود بتمسخر علينا، وكتاب أيضا تولدوت يشو، وبدال ما يقول هذا لا مش ابن بارثينو، مش ابن العذراء بل ابن بانثيرا. في محل تاني بقول عنها انها كانت تبيع العطور، وانها كانت لها علاقات حاشا وكلا مع جنود رومان. هاي الاشياء موجودة في التلمود. اذا خلينا الان نربط الخيوط مع بعض، وهذا اللي بحكيه الان اشي مؤسف. في نفس الوقت بأمل إنه إخوتنا المنشقين عن الكنيسة ناس منهم يسمعونا الآن ويشاهدونا على اليوتيوب. طيب إذا أنت مسيحي
ليش كل اعتراضاتك على العهد الجديد؟ أسئلة مهمة ولا لا؟ إذا أنت مسيحي حقيقي ماشي على الإنجيل وإنجيلي، لماذا لا تهنئ العذراء مع أن في الإنجيل قالت لوقا 1:47 وتابع ها منذ الآن إيش؟ تطوبني، يعني تهنئني جميع الأجيال. إذا أنت تعلن أن المسيح إله، لماذا تتكهرب من والدته ولا لا؟ طبعا هلأ إحنا كأبناء وبنات عائلات، خصوصا الأمهات اللي بيننا والآباء الله يخليكم، إحنا كشرقيين خلينا نحسبها شوي. المسيح 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 ولا أحلى من هيك. لما توصل لوالدة المسيح بتشنج، بقول لك أنا مش بحاجة إلها، بديش أصلي إلها، مش مجبور أصلي إلها، ملهاش شفاعة مثلا. لما بقول لك العذراء ملهاش شفاعة، لما تقول العذراء ملهاش شفاعة عند المسيح كأنك بتقول الأم ليس لها خاطر عند أولادها. إذا أنت حضرتك تطلبي إشي، أنت الأم الوالدة تطلبي إشي من أولادك وأولادك ما بردوا عليك بدون مؤاخذة، بلها الأمومة، وكان خيرا لأولادك لو لم يولدوا، وكان خيرا لك لو ما ولدتهمش. إنكار شفاعة العذراء شو معناه؟ إنه ما فيش إشي اسمه أمومة. طيب بلاش يا عمي، في قانا الجليل السيد المسيح عمل المعجزة إكراما لمين؟ إكراما لمين؟ إكراما لوالد. في واحد بحيفة بقول لي إكراما لأهل العرس، قلت له اسم الله عليك شو بتفهم، قلت له اسم الله عليك شو بتفهم. شوف 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 وين، شوف وين الانحراف، شوف وين الايه زي ما بقولوا السطلان، من فعل انسطل. وين يا حبيبي مكتوب في انجيل يوحنا فصل 2 ايه 1-11 عيدك الشمال، وين مكتوب انه اهل العرس حكوا مع يسوع؟ مكتوب؟ من وين جايبينها هاي؟ كله بس حتى يهرب من السيد العظيم. قالها مالي ولك يا امرأة. شو يعني مالي ولك يا امرأة؟ يعني هذا شيء لا يعنيك ولا يعني. لم تأتي ساعتي بعد. حلو. لما أصرت فشلها ولا لبى طلبها؟ بالعكس، هي فرضت إرادتها عليه. إذا أولادكم ما بدهمش يطيعوكم بدون مؤاخذة، بلا من هالأولاد. ليس للعذراء شفاعة، يعني زي ما نقول بالعرب الدارج معناها إما بتمون على أولادها. وقول إيش جبتيهم يا أختي؟ تتذكروا غوار سؤال 9 شهور وأنت حاملتيني وتعذبتي كثير تجبتيني، وقديش جربات رقعتي لي، وراحت الترباية خسارة فيني يا أمو. المسيح رد على والدته ولا ما ردش؟ إذا وين رجعنا؟ لو انتقدوا المسيح مباشرة زي ما بتعمل مثلا فئة شهود يهوه، بتفضح حالة من حالة لأنه تهاجم المسيح، تهاجم ألوهية المسيح، تنكر قيامة المسيح. وبدك الباقيين اللي هم مسيحيين ولكن مسيحيون ناقصوا الإيمان، ما بيقدر يهاجم المسيح بدون ما يفضح أصله التلمودي. فوين برجع؟ يهاجم مين؟ ومعوش خبر أنه إحنا المسيحيون الشرقيون واقفون له بالمرصاد. ليه؟ اغلط علي بسامحك ولا لا؟ تغلط على والدي الإهانة أكبر ولا أقل؟ أكبر. وأني أكبر إهانة لما بتغلط على والدتي. بس مبين هدول مش أولاد عائلات اللي أسسوهم، مش أولاد عائلات بدون مؤاخذة، وبعرفوش شو يعني الأم، ونسيوا بما أنهم في الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا، عمرهم ما عرفوا شو يعني شرف الإنسان عنا هو مين؟ أمه مش مرته.
شرف الإنسان عندنا هي والدته وخواته، وطبعاً أنه أهم والد. إذن لما هم، وهذا دليل زي ما قال لي أحد المفكرين من بيت صحور، قال لي هاي الفئات عمرها ما راح تنجح. ليش؟ لأنها تخالف عقليتنا الشرقية. بدون مؤاخذة اللاتين كم؟ بشوفهم أبو نصر بس بزيدوا مش بزيدوا مش بتعرف الأسباب مش ضروري نقولها شو هي؟ الأسباب في مصالح مادية، في الأسباب على فكرة. بس لما الواحد بيموت منهم برجع للكنيسة، لا فيش لهم مقبرة أساسا. مع الأسف الأسباب معروفة شو هي؟ في مصالح مادية، في ناس ناقمين على الإكليروس. مثلا واحد زعلان معي، أنا أخوري مدير مدرسة زعلان معي، بروح عندهم بفكرش ليش أنا الخوري النكد مع الاحترام اللي زعل معي، ليش أنا فاتح مدرسة وهم مش فاتحين مدرسة؟ ليش في بشر عندنا ساكنين في إسكانات الكنيسة وبيستقبلوا هالشكال بدي أقول هالإخوان داخل إسكان الكنيسة وبتفلسفوا على رجال الدين اللي عملوا لهم هالإسكان؟ طيب السؤال اللي دائما بسأله مع الأخ الفاضل هون، قد ما هدول عندهم أموال ليش بيعملوش مشاريع إسكان؟ قولوا لي في هاي المنطقة أكم من مشروع إسكان عملوه هدول الفئات؟ ولا مشروع. هدفهم إخلاء مسيحي الشرق الأراضي المقدسة من هذا البلاد. على فكرة أكثر دعاتهم ما بتلاقيه غير هالجواز السفر الأجنبي في جيبته، طلقتين ونص بنسمعه وبتلاقيه في نيويورك. برجع للي بدفعوا له مصاري. إذن مع الأسف عنا بصراحة، نعم في عنا أغلاط في الإكليروس، ولكن في عنا تأخذونيش بهالكلمة بدون مؤاخذة بعيد منكم، عنا كثير لؤم وعنا كثير نكران الجميل. اسمحوا لي أحكي لكم قبل ما تخلص البطارية يا أبو ميشيل، في واحد أنا كنت أزوره من غير اليوم توفى، وهذا كان ساكن في إسكان. هذا الإسكان تم بجهود أحد المطارنة. تعرفوا قديش الإسكان بكلف؟ أي واحد منكم بدون مؤاخذة يبني بيت ويشوف قديش بكلف. طب كيف لما تبني مشروع إسكان كامل؟ المهم هذا الأفندي كان الأخ كان يستقبل شهود يهوى في بيته اللي هو في إسكان الكنيسة. أنا من غير اليوم رحت عنده، قال لي يعني لايش يعني نبوس ايد المطران؟ قلت له اي مطران قصدك؟ قال هذا المطران. قلت له معك حق، مش لازم تبوس ايده، لازم تبوس اجره انه سترك انت ومرتك واولادك بهالبيت. زي ما كان يقول القديس يوحنا بوسكو مؤسس السلزيان، العرفان الجميل ليس من شيم البشر. كثير مرات أكثر ناس بيحكوا على الكهنة يكونوا متأكدين إن هم أكثر ناس بيكونوا الكهنة خدموا، مش دائما بس مرات. شكرا لإصغائكم، هلكناكم. شكرا. جاوبت على سؤالك أختونا.